عكس الحسون مسك نظام. مرحبا الله يحفظك على اختك لا تولي عمرك على اختكم. نهار مبارك سعيد. يوم مبارك سعيد. كنا صراحة من 2019 ما تلاقيناش معك صراحة من يوم السيد طهور هذه فرصة. مدينة 24/4 مدينة الطبيبة. فرصة في الجمع العام. ساعة الأقدار تلقب. أهلا وسهلا بك. شكرا لك أبو الشرف. ناخذك سيارة على إثر الجمع العام لتنسيقية إقليم تاونات استقبال الضيوف وضيوف الشرف والمنتسبين للتنسيقية بالحليب والتمر كما جرت العادة المغربية. استقبال الضيوف بالحليب والتمر هذه عادة أصيلة يعني عند بداية الحضور. أجي بحالك أسيد الحاج هكا هكا أبو الشرف التحية والاحترام تقدير لكم كلكم للحضور مرحبا بكم كلكم مرحبا بالضيوف الشرف اللي زارونا من مكناس وشرجة ومن الأماكن البعيدة بلا ما نرجع الأسماء بلا ما الوقت ما كافيش فيما يخص اللقاء ديال اليوم وهو عيد الموسيقى هاد اللقاءات هادي نحسبوها أو نعتبروها أعياد ديال المتقاعدين فيها كنديرو صلة الرحم وكان وكذلك مرحبا بالأخوات العرب اللي عندهم واحد الحضور دائما معنا في صومعة وكثر اليوم إن شاء الله غادي نجدو المكسب والحصيلة ديال السنة اللي فاتت ديال المكسب اللي كان التركيبة ديالهم دارت السنة الماضية درنا في النضال درنا واحد الوقفة محلية هنا في المؤسسة من أجل الأرامل واستفدت 37 أرملة وهذه البديلة هذه ما عمرها كانت وهذا 37 أرملة على الصعيد الإقليمي وتسعود في المدينة ديال تاونات وإن شاء الله إحنا من أجل أشكر كل من حمل عبء الترقل من الإقليم أو من خارجه يحضر مع إخوانه كما نشكر ضيوف الشرف على حضورهم وتضامنهم مع إخوانهم المحترمون ومنهم الإخوة نبدأ من مدينة مكلاس نرحب بالأخ المحترم الشريف المعروف على الصعيد الوطني وهو الأخ الممثل جهة مكلاس السي عبد العالي بن دكور إخواني رفيقي له الأخ رئيس التنسيقية سي بن الفقيه حسين الكاتب العام سي العرج والأخ سي بكور جهة مكناس نتجه إلى مدينة فاس نرحب بالأخ المحترم الرجل الغيور على هذه الشريحة المهمشة سواء مع المتقاعدين أو الأرامل وهو الأخ الحاج الله الأخ المحترم سي قاسمي ومن مدينة فاس نتجه إلى مدينة درع اللوز بتغلاب قعدة الطيارة بن جرادي وهو الأخ المحترم السي حسن الكريمي ممثل جهة مدينة سازة والإخوة المرافقين نائب كاتب العام السي إدريس مشعور نائب كاتب نتاعو الخلفاوي ابراهيم امين المال السي عبد القادر العسري والاخ المحترم وهو معروف على الصعيد الوطني كذلك ومثله وهو الاخ السي الخمار العباسي ما ننساوش واحد الاخ المحترم وهو السي حسن الدقوني اللي زارنا من اقليم مدينه تاونات عفوا والاخ المحترم كاتب العام نائب كاتب العام سي محمد باسط هنا رحبنا بالضيوف على كل حال اخوان وفي الختام نسال الله عز وجل ان نكون في حسن الظن للجميع ولا يضيع حق وراءه طالب ونحن دائما مجندين وراء جلالة الملك القائد الأعلى للقوى المسلحة
محمد السادس جزره الله وسوي الامير مولاي الرشيد ووالي العهد الامير مولاي الحسن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وجعله الخالد الله الوطن الملك. تحيه اسلاميه اولا باسمي وباسم الاخوان المرافقين من مدينه مكناس ومن التنسيقيه ديال مدينه مكناس المحليه. تنشكر الاخوان ديالنا باقليم تونات سواء كل من ممثل الجهه رئيس الجهه وكذلك المنسق المحلي ولا يفوتني كذلك الاخت الحديديه المناضله الشرسه الاخت حوريه الرئيسه. وما يمكن لي ساي نذكر الاخت وباسمي جميع النساء واليوم تيتصادف هذا اللقاء وهذا الجمع واحد اليوم عالمي لحقوق المراه الا وهو 8 مارس. وما يمكن ساي ما يمكن ساي في هذا اليوم اللي تيحتفل العالم بحقوق المرأة وحنا عندنا المرأة كمناضلة وكأرملة ولها حقوق شرعية. تترفضون جميعا وترفضون جميع الحضور الوقوف للنساء ديالنا المناضلات الشريسات الأرامل وإلى كل الأمهات. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد المنسق الجهوي لتنسيقيات قدماء العسكريين وقدماء المحاربين جهة فاس مكناس، السيد المنسق الإقليمي لاتحاد تنسيقيات قدماء العسكريين وقدماء المحاربين تولات، السيدات الأرامل وأرامل الشهداء، السادة الحضور من كل المدن التي تحملت مشاق السفر للالتحاق بهذا الجمع الكبير في حضرة هؤلاء المحاربون الذين أعطوا الكثير والكثير لهذا البلد. هؤلاء المحاربون والأرامل الشهداء لإقليم تولات الذي دائما كان حاضرا في كل الملاحم ابتداء من انتفاضة التحرير وإخراج الاستعمار الفرنسي من هذا الوطن. ولقد واسر هؤلاء الأبطال دائما كل الملاحم البطولية بالمملكة المغربية حيث المشاركة الفعالة والمشاركة القوية والقوية جدا بحيث كنعرفوا في إقليم تونات كل بيت يحتضن لثلاثة أو أربعة أو خمسة من المحاربين
الذين قدموا الذين قدموا أنفسهم وقدموا كل ما لديهم من تضحيات من أجل استقرار هذا البلد الكريم. فلا يسعني اليوم أن أتواجد بين إخوتي وأبناء جلدتي لأنني أنتمي لهذا الإقليم وأنا معتز بانتمائي لإقليم تولات ولهؤلاء الأبطال. فخور جدا بتواجدي اليوم ولقد كانت لي أمنية كبيرة وكبيرة بزاف أنني تواجد وسطكم. فرغم المرض ورغم كل الإكراهات التي هي وقفة الطريق ديالي أبيت اليوم أن أكون بينكم. واليوم كتوجه بالشكر للإخوة ديالي كلهم وعلى رأسهم ممثل الجهة ديال إقليم تاونات السي محمد عزيري وكذلك كل الإخوة منهم الأخ السي بالذكر والأخ ديالنا السي بالفقيه تبارك الله عليهم المناظرين اللي شفتهم دائما على الساحة رغم كل الإكراهات فهم صامدون وكذلك الاخوان اللي حضروا معنا اليوم والاخوان اللي حضروا معنا من مدينه تازه حيث ماشي من السهل ان الانسان ينوض مع الخمسه الصباح او الربعه الصباح ويشد الطريق في هذه الجبال باش يوصل لهنايا للحضور الى جانب الاخوان ديالو راه ماشي من السهل ما كيديرها اي واحد اللي عنده واحد الحرقه قويه من أجل النضال من أجل استرجاع الحقوق. وحنا دائما سنبقى متشبثين وحاضرون بقوة من أجل استرجاع هذه الحقوق لأن لا يعقل أن أناسا من أمثالكم على الصعيد الوطني من طنجة إلى الكويرة يؤديوا الغالي والنفيس لهذا البلد ويبقوا اصحاب الثروات اصحاب الاموال والاغنياء يعيشوا ويبقى وتبقى هذه الشريحه مهمشه هكذا. نحن مستعدون وانا مستعد معكم للتضحيه باي شيء كان مهما تطلبه الوقت فهم مستعدون حتى بالروح لأننا نعيش فترة من الحياة ديالنا اللي حنايا صراحة يبقينا شيطين. نورمالمون حنايا كنا مشروع فداء لهذا الوطن ما متناش طول لنا الله العمر وحنا اليوم دائما معتزين بالبطولات ديالنا. لا يعقل ان باش يجيو اليوم صحاب هاد الاغنياء اللي حر باش يلمينيو باش يحيدوا هاد القدماء المحاربين من الطريق ويحقروهم ويهمشوهم ويجعلوهم كانهم شيء لا يساوي شيئا في هاد الوطن. نحن ابطال ونعتز بكل بطولاتنا. طلبي الأخير وهذا موجه إلى المشرف العام لاتحاد تنسيقيات قدماء العسكريين وقدماء المحاربين ولكل المنسقين على الصعيد الوطني أن نصعد أن نبحث عن آليات جديدة للحراك لأن حراكنا أصبح في نظر هؤلاء الطغاة شيء يستهزأ به. فماذا حق وراءه طالب؟ نحن سنبقى مستمرين إن شاء الله تعالى في الشريع وكنطلبوا من الإخوة التصعيد.